السلام عليكم مشاهدي ومستمعي مسك الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة يوم الجمعة، الجمعة الأخيرة في شهر رمضان. بارك الله لكم في طاعتكم وصيامكم. أيام قليلة بتفصلنا عن استقبال عيد الفطر بأيامه الثلاثة، لهيك التحضيرات والاستعدادات لاستقبال العيد بلشت عند كثير من الأسر والعائلات بكافة المجتمعات. بحلقة اليوم من معكم في رمضان حنحكي عن هاي التحضيرات والطقوس يلي بتعيشها كل الأسر للتحضير للعيد. لا شك أنه تغيرات عالمية فرضت نفسها على المجتمعات والأسر وغيرت من أجواء هالتحضيرات. لهيك ضيفنا اليوم الأستاذ محمد السيد حيعيشنا تفاصيل العيد بين الماضي والحاضر. سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم هو ما هي خططكم وتحضيراتكم لاستقبال العيد؟ أكيد نحن بانتظار أجوبتكم وحتى آرائكم من خلال اتصالاتكم على الأرقام 0350-034-16 أو حتى 17. كمان فيكم أكيد تكتبوا لنا آرائكم وتعليقاتكم على صفحتنا ببثة المباشر على الفيسبوك أو حتى اليوتيوب. أما هلأ رح نتابع تقرير حول موضوع حلقتنا ومنرجع لنبدأ حوارنا، خليكم معنا. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك، عساكم من عوادة. عبارات وتهاني نسمعها تتردد بين العائلات والأصدقاء في أول أيام العيد المبارك، ونراها تختلف من بلد لآخر، والهدف واحد، وهو نشر السعادة والفرحة بإتمام العبادة وصيام رمضان، وزيادة أواصر المحبة والصلة بين الأقارب والأحباب، وشكر الله على ما رزقنا من نعم وعطايا، فرحة بما أعد الله لنا من أجور وبركات، بهجة تظهر على الصغار والكبار، ولها أشكال مختلفة يستحب إظهارها، فنراها بتزيين البيت وتنظيفه وتهيئته لاستقبال هذا اليوم الجميل، ونراها أيضا في سعادة الأطفال باللباس الجديد وانتظارهم بشوق لصباح العيد، نراها في اجتماع العائلة لخبز حلويات العيد اللذيذة لاستقبال الجيران والخلان، نراها في التكبير لصلاة العيد وترديد التكبير، وفي جدول الزيارات المزدحم والاتصالات العابرة للقارات وتوزيع الهدايا ولا سيما العيديات. قد يكون هذا العيد مختلفا نظرا لظروف كورونا وإغلاق الطرق والمطارات، فطقوس التجمع والاحتفال لن تكون متاحة كما المعتاد، كما أن العيد في الماضي بات مختلفا عن العيد هذه الأيام بسبب الحروب وتهجر العائلات وتشتتها في الأقطار، لكن علينا حقا أن نظهر سرورنا وبهجتنا ولو في محيطنا الصغير على قدر المستطاع. وأنتم ما هي خططكم لاستقبال العيد في هذا العام؟ أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بحلقة معكم في رمضان. تغطيتنا رح تبلش بمناسبة اقتراب عيد الفطر، وبلشنا بالفعل اليوم أولى هي الحلقات. اليوم مثل ما سمعنا بالتقرير سؤالنا كان الأساسي والعام هو شو هي خططكم وتحضيراتكم لاستعداد لاستقبال عيد الفطر. صراحة نحن طرحنا هذا السؤال على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، ووضعنا عدة خيارات. كان من ضمن هي الخيارات أنه بعض الأشخاص ما عندهم أي شيء جديد، حيكون يوم عادي مثله مثل أي الأيام بسبب الحظر، وخيار آخر هو وجود برنامج عائلي مميز، وخيار ثالث رحلة لطيفة. طبعا في بعض المجتمعات في بعض الدول ما عندها حظر مثل مو موجود بتركيا حاليا واللي حتستقبل العيد بوجود الحظر. الخيار الرابع حطيناه هو احتفالات إلكترونية عن بعد. بالفعل بدنا نشوف انه في وجود لهي الاحتفالات، ربما التهنئه والمباركات بشكل اساسي عن طريق الانترنت. طبعا الاجابات مختلفه كانت ومتفاوته، بعضها كان عم يركز انه لا شيء جديد بسبب اجراءات الحظر، والبعض الاخر عم يقول لا حيكون في برنامج عائلي مميز بهالثلاثه ايام. طبعا نحن كمان بانتظار تواصلكم معنا وحتى تعليقاتكم على الفيسبوك اللي اكيد رح نقراها بشكل مباشر، ونستقبل اتصالاتكم على الارقام 0350-034-16 او حتى 17. اما هلا صار الوقت لنرحب بالاستاذ وضيفنا اليوم الاستاذ محمد السيد، وهو معالج نفسي. رح نحكي نحن وياه عن موضوع حلقتنا وهالاستعدادات لاستقبال العيد. رمضان كريم استاذ محمد، اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير.
رمضان كريم على حضرتك وعلى المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. عساكم ان شاء الله من عواد، وربنا يتقبل منا الصيام وجميع الطاعات. آمين يا رب، الله يستجيب دعائك يا رب، ويتقبل بالفعل طاعتنا وصيامنا واستقبالنا هذا لهالأيام الجديدة من العيد. أستاذ محمد، سؤالنا العام رح يكون هو يعني التمهيدي لحلقتنا صراحة، هو العيد بين الماضي والحاضر، الطقوس والتحضيرات يلي كلياتنا عشناها بذاكرتنا، ربما نحن جيل الثمانينات والتسعينات او حتى السبعينات، ويعني الاجيال الاقدم من هي الاجيال اللي صار فيها كوارث او حتى حروب وحتى هلا الاوبئه. نحكي شوي عن تفاصيل هي التحضيرات يلي كانت كنا نعيشها نحن مع عائلاتنا ومع اسرنا، شلون كانت؟ شو كنا نعمل اول شيء بهي الايام الاخيره من رمضان وبوابه استقبال العيد؟ بداية اسمحي لي أتشكر حضرتك والمستمعين والمشاهدين على هذه الاستضافة المتجددة. يسرني اللقاء معكم مجددا، وأكرر تهنئتي أيضا بهذه الأيام الفضيلة والعيد. سؤال حضرتك يتعلق بالتحضيرات والاختلاف اللي صار في تعاملنا أساسا مع العيد بين السابق، الفترة السابقة وفي الفترة الحالية. حقيقة العيد رغم أنه مناسبة دينية وطقس ديني، ولكن هذا الطقس هو اجتماعي، فلذلك طرأ عليه الكثير من التغييرات مع مرور الزمن. البعض منها كان نتيجة تطور المجتمعات الطبيعي، كان ناتج عن دخول التكنولوجيا وانخراطها في حياتنا وسهولة الاتصال والمواصلات، والبعض هو هذا العام خاص، والعام الماضي كان من شهر 3 تقريبا، مع حقيقه اختلاف بدءا من فكره الاعتكاف اللي كانت تكون على الاقل في العشر ايام الاخيره من شهر رمضان، فكانت تلاقي كثير من الرجال يسعى ان يكون في المسجد اغلب الوقت هذا الايام الفضيله، تحري ليله القدر بشكل جماعي، الاحتفال. أستاذ محمد، بس شوي في صوت، في مشكلة على ما يبدو، في تقطيش بالصوت أو تقطيع للصوت، ما بعرف إذا عم تسمعنا. أستاذ محمد، بس هو كان في مشكلة صراحة بالصوت، عم يصير في تقطيع للصوت، يعني ما عم توضح الجملة بشكل، ما عم توصلنا الجملة بشكل دقيق. إن شاء الله يا رب تتصلح المشكلة، هي مشكلة صراحة تقطيع بالجملة، في مشكلة تقنية على ما يبدو، ما بعرف إذا فينا نحلها حاليا شباب. طيب استاذ محمد، نحن رح نتابع اكيد مع حضرتك، يعني مثل ما قلت اكيد في تغيرات كبيره وعديده طرقت على استقبالنا للعيد وتحضيراتنا لعيد الفطر، وايضا الايام الاخيره للاستفاده من الطاعات والعبادات اللي لازم تكون بشهر رمضان، وخاصه الاواخر العشر الاواخر، يعني قديش هي فضيله وايام مباركه. ما بعرف رح نحل ان شاء الله هاي المشكله، لكن احنا رح نطلع لفاصل اعلاني قصير وبنرجع مباشرة لنكمل حوارنا، خليكم معنا. أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا، والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب، هلا أحضرت الملح؟ جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها.
تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراكل. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا. أكيد نعتذر على الخلل التقني، ومتابعين مع الأستاذ محمد السيد وهو معالج نفسي حيكون ضيفنا بالحلقة، ورح نحكي مثل ما خبرناكم بالمقدمة عن أجواء والتحضيرات يلي بتسبق استقبال العيد بكل العائلات وبكل المجتمعات. أكيد في اختلافات بين دولة وأخرى، لربما بنمط التهنئة، لربما بنوعية المعايدات، نوعية الحلويات التي يتم تجهيزها، اختلاف بين مجتمع وآخر أو حتى بين محافظات وولايات وأخرى. لكن هناك خطوط عريضة أكيد عامة بكل المجتمعات يقوم فيها الأفراد بشكل فردي مهنئين أصدقائهم أقاربهم أو حتى الأسر بشكل عام، والإجراءات اللي كانوا يقوموا فيها أيام زمان تحضيرا لاستقبال العيد، وهذا النشاط اللي مفعم بالبهجة والحيوية والسرور بعد مرور 30 يوم من الطاعات والاجتهاد والعبادات والمزيد من الدعاء ودائما التقرب من الله سبحانه وتعالى. نحن الأستاذ محمد السيد صار جاهز معنا. يسعد أوقاتك أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله يكون صار تمام الصوت. أستاذ محمد، طبعا لبين ما أسمع الأستاذ محمد ويرجع يزبط الاتصال أكثر، بدي أرجع بس خبركم بسؤالنا التفاعلي اللي طرحناه على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى على يعني حاليا عم نطرحه ونحن بانتظار استقبال اتصالاتكم. سؤالنا التفاعلي هو شو هي خططكم وتحضيراتكم والاستعدادات يلي بلشتوا فيها فعلا او لسه ما بلشتوا فيها وبديتوا فيها استقبالا لعيد الفطر وهي الايام الثلاثه اللي بتجي مثل الجائزه بعد صيام 30 يوم. شو هن التحضيرات يلي ناويين تعملوها؟ حطينا عده خيارات صراحه، وخياراتنا كانت متنوعه، الاجابات بالفعل كانت متنوعه
ونحن بانتظار اتصالاتكم على الأرقام 0350-34-16 أو حتى 17. الأستاذ محمد جاهز معنا؟ تمام. الأستاذ محمد سواني وبيكون معنا مباشرة. مثل ما خبرناكم متابعينا في خطوط دائما عريضة لاستقبال المناسبات بشكل عام، وخصوصية هذه المناسبة اللي نحن مقبلين عليها بعد عدة أيام، ما بنعرف حنكمل 30 يوم 29 يوم. في بعض المجتمعات لسه في وقت لحتى يتم رصد هلال شهر شوال كمان المبارك، لأنه في أشخاص بتصوم الست أيام البيض، الأيام التي تلي شهر رمضان والأيام أيضا فضيلة في شهر شوال يلي بيصومها. أيام العيد هي أيام مباركة أيضا، فرصة بالفعل لحتى يكون تبادل للزيارات، عم نحكي أيام زمان، يعني يكون جو من الحيوية صراحة والحميمية بين الأقرباء والأصدقاء. كل هاي الطقوس رح نرجع نستذكرها سوا لحتى نخبر فيها الأجيال يلي ما قدرت بسبب ظروف الحرب أو حتى ظروف الأوبئة يلي نحن عم نعيشها حاليا بهي المجتمعات. رح نحكي مع الأستاذ محمد بهالتفاصيل. أهلا وسهلا فيك عن جديد أستاذ محمد. أستاذ محمد، نعم لبن أكيد ما يصير معنا أستاذ محمد، على ما يبدو ما زالت المشكلة التقنية. يعني بالمجمل نحن بنستذكر تماما أيام كان في يكون مثل خلية النحل، يصير البيت تماما مثل خلية نحل واستنفار كامل بكل المجالات، بكل على كل الأفراد صراحة، كل واحد عنده وظيفة لازم يقوم فيها بأيام هي الفترة اللي بتسبق العيد. السيدات وخاصة الفتيات اللي بيقوموا بعملية تنظيف شامل وكامل للبيوت والمنازل، أو حتى الرجال والشباب اللي بيستنفروا وبيروحوا يجيبوا عدة الحلويات، لأنه بعض العائلات كانت تقوم بإعداد حلويات العيد داخل منازلها. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. تمام صوتك ممتاز، عم نسمعك بشكل واضح. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. لسه على ما يبدو مجهز، يعني نحن كنا عم نحكي أنه كل استنفار بيكون كامل لاستقبال العيد وتحضير له. بذكر تماما أخواتي كيف يكونوا عم يروحوا يجيبوا أغراض العيد، مثل ما ذكرنا أغراض حلويات العيد بشكل خاص، وبعض العائلات اللي بتقوم بتحضيرها قبل عدة أيام وتحضير العجنة، ربما الأدوات اللازمة لصناعة هاي الحلويات. هدول كلهم طقوس تماما نحن بنستذكرها ببيوتنا ومنازلنا وحتى منازل أقربائنا. الاستنفار أيضا على صعيد التهنئة والمعايدات، كثير من الأشخاص كان يرفعوا سماعة الهاتف ويقوموا بإجراء المكالمات والمحادثات المطولة المباركة بقدوم العيد ونهاية شهر رمضان. كلياتنا بنتذكر هاي التفاصيل عم نحكيها قبل ما يكون في عنا انتشار لوسائل التواصل الاجتماعي وحتى الانترنت والأجهزة الإلكترونية والخلوية اللي سهلت كثير عملية التواصل وقربت البعيد بشكل أو بآخر. هاد الحكي عم نرجع نحكي. نعم أستاذ محمد صار جاهز، بنرجع بنحكي أكثر بتفاصيل من قبل الأستاذ محمد، ما بدي طول عليه. أهلا وسهلا فيك عن جديد أستاذ محمد. يا أهلا وسهلا بحضرتك. تمام هلأ الصوت ممتاز وإن شاء الله يضل هيك لآخر حلقتنا. حابة بقى أكسب وقت مباشرة مع حضرتك أستاذ، نرجع نحكي المقدمة اللي كنت عم تحكيها وكان الصوت شوي عم يقطع، ويلي هي تفاصيل الماضي يلي كنا نحن نعيشها تحضيرا واستعداد والاستعدادات لاستقبال العيد. كيف كنا نحن نعيش هاي الطقوس؟ نعم كنا عم نحكي عن الفترة اللي بيكون فيها عشر أواخر من رمضان. تمام. الاعتكاف في المساجد، جلب الأغراض أو الأشياء الخاصة بالعيد، النزول إلى الأسواق، حتى بدء تحضير بعض المأكولات اللي تكون موجودة بأيام العيد. طبعا هذه المشاهد بدأت تضمحل شيئا فشيئا. نعم أستاذ محمد، أستاذ محمد على ما يبدو راح الصوت شوي حاليا. نعم
في مشاكل لحد الآن من عند الأستاذ محمد من المصدر على ما يبدو بمشاكل بالإنترنت أو دقة التواصل وجودة التواصل، ما بعرف إذا بيرجع بيتم تصليح هذا التواصل أو بيتم يعني الجلوس بمكان أقرب للإنترنت ويكون في دقة عالية في التواصل. نعم أكيد نحن متابعين مع الأستاذ محمد. بصراحة نحن في عدة مثل ما ذكرنا عدة خيارات نحن سألناها على موضوع سؤالنا التفاعلي. السؤال الأول أو الخيار الأول اللي حطيناه هو أنه رح يمرق العيد بدون أي جديد، يوم عادي من أيام الحظر، ونحن منشوف وعم نشوف حاليا بوسائل الإعلام أنه في عدة مجتمعات وليست فقط تركيا اللي هي فرضت حظر خلال أيام عيد الفطر، في عدة دول أيضا مفتوح فيها المجال ومفتوح فيها مجال التنقل والترحال والسفر والتنقل من مكان لآخر أو حتى زيارة الأقارب والأهل. سؤالنا كان أو خيارنا الأول كان هو أنه حيمرق العيد بدون أي جديد مثل أي يوم كان برمضان أو حتى حيمرق بعد رمضان يوم عادي جدا بدون دوام أو مع دوام، لأنه في بعض القطاعات أيضا بتكون مداومة بالعيد وإن كانت قليلة جدا، حيكون في مجرد عمليات مناوبة مع قطاعات أخرى. أما الخيار الآخر اللي حطيناه هو خيار أنه يكون في عنا برنامج عائلي مميز، وهذا اللي كنا نحن عم نركز عليه خلال وطيلة أيام شهر رمضان، أنه قديش ممكن نحن بسبب الحظر وبسبب الجلوس في المنازل وعدم ما في أعمال ما في دراسة، كيف فينا نعبي ونملي هذا الوقت 24 ساعة عنا عم نكون قاعدين فيها بالمنازل مع أطفالنا مع أهالينا مع عائلاتنا، كيف فينا يكون هذا الجو مميز وفعال وحيوي ومبهج بنفس الوقت، لأنه نحن بالفعل لازم نعيش بهجة العيد والسرور يلي يصاحب أو يرافق بعد ما بعد 30 يوم من الصيام. في بعض الأشخاص بالفعل قالوا أن نحن حاطين جدول كامل لنمضي فيه وقتنا خلال العيد مع عائلتنا كونه كمان في حظر، وبعض الأشخاص وذكرونا على الخاص وتواصلوا معي على الخاص وقالوا لي لا في عنا رحلات في عنا تنقل حيكون خارج بلادهم وخارج المجتمعات، حيكون في سفر لعدة محافظات ولايات مناطق أخرى. بهنيهم صراحة، بهنيهم اللي عم يقدروا يطلعوا خارج منازلهم ويقدروا يعيشوا مرح هذا هاي الأيام. العيد هي بالنهاية وفترة للراحة والاسترخاء. أما الخيار الرابع فهو اللي كان أنه احتفالات الكترونية عن بعد. شو المقصود بالاحتفالات الإلكترونية عن بعد؟ في كلياتنا نحن ما في حدا ما في عائلة على ما أعتقد وخاصة المجتمع السوري إلا وأهله في الخارج أو حتى مشتتين في كل بقاع الأرض في كل المناطق بكل المجتمعات بدول المهجر واللجوء والاغتراب. فرصة بالفعل بهاي الأيام لحتى نحن عن طريق وسائل التواصل أو حتى الإنترنت بشكل عام أنه نحيي روح البهجة والطاقة الإيجابية والأعياد والفرح عن طريق هدول الوسائل التواصل والوسائل الإلكترونية. فببعض الخيارات قالوا أنه نحن رح نقوم بعملية احتفال بسيطة لربما لاستقبال العيد سوية بشكل جماعي مع أفراد العائلة المنتشرة بكل مكان في العالم. وأنا من الأشخاص يلي عندي أخوة في العراق، عندي أخوة في السودان، عندي أخوة في لبنان، ومثلي مثل حال كثير من الشباب وأيضا ليس فقط السوري مثل ما ذكرنا الدول الحروب اللي عاشت حروب بشكل أو بآخر. في بعض الكمان تمام هلا صار خبرون الشباب الأستاذ محمد صار جاهز، إن شاء الله يا رب يكون جاهز تمام التمام هالمرة. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. بنعتذر صراحة ما بعرف في مشكلة عم تصير بالتغطية وجودة التواصل، إن شاء الله هلأ تكون انحلت بشكل نهائي وكامل. أستاذ محمد أجواء العيد بتحب تتابع فكرتك اللي كنا عم نحكي فيها قبل ما يصير هالمشاكل. نعم كنا نتكلم عن تغيير صار في أجواء العيد من خلال تغييرات بدءا من التسوق الإلكتروني مروراً
المسافات اللي صارت تفصل العراضي البعض. نعم. فلذلك صار كثير من العوائل تمر بهذه العشرة أيام الأخيرة، هذه العشرة أيام الأخيرة، إما التواصل يكون إلكتروني نعم نحن عم نسمعك تماما أو أستاذ محمد، يكون تفضل. تمام، أو يكون التواصل هو تحضيرات هي عم تكون جاهزة، بمعنى إنه خلاص نحن بنجيب كعك العيد والحلويات هي جاهزة، ما في يكون تحضير لإلها أو غيرها. الظروف الأخيرة الخاصة بالحجر والعزل نتيجة كورونا، حتى هذه التجمعات الدينية، هذه اللقاءات اللي كانت بهذه العشرة أيام هي صارت الآن ممنوعة، ويعلم المشاهدون أن كثير من الدول حتى السفر فيها أصبح ممنوع، فبالتالي تجد أن أختين قد يكونوا أساساً كل أحد في دوله، فلذلك سابقاً كانوا بزوروا بعضهم، لكن الآن حتى لو كانوا في دولة واحدة فبعضهم نتيجة الظروف الحالية. نعم صحيح. هذه كلها حقيقة أثرت وسوف تؤثر على العيد ومعنى العيد، وهنا اسمحي لي أن أشير إلى جزئية مهمة. تفضل. العيد أساساً كنا سابقاً نقول في المرحلة السابقة أنه العيد للأطفال، من يفرح بالعيد هم الأطفال، نعم شراء الملابس، النزل على السوق، التواصل مع الأصدقاء، لعب المراجيح، مكافأة الصيام يأخذونها العيد. التغييرات هذه سلبت حقيقة بداية العيد من الأطفال، فبالتالي أصبح الطفل اليوم ما بيحسن ينزل على المراجيح، حتى تواصله مع أصدقائه، لمة الأطفال، أولاد العم وأولاد الخالة، فعلا أصبحت الآن أونلاين، هو عم يضطر يتصل بابن عم أو فيديو أو مكالمة. هذه كلها غيرت مفهوم العيد عند أذهان الأطفال، لذلك أنا أحب أن أصطلح على هذا اليوم المسحوب الدسم، هو عيد ولكن البريق الخاص بهذا العيد هو للأسف ما عاد موجود نتيجة حاليا. نعم نعم فعلا. نحن أستاذ محمد رح نتعمق بموضوع الأطفال بشكل خاص، خصصنا له محور كامل رح نرجع نحكي فيه، نرجع نعطي نصائح للأهالي كيف ممكن هن يفرزوا بالفعل، يعطوا مجهود أكبر بهذا المجال لحتى ما يحسسوا أطفالهم هي الوحشة، ومثل ما ذكرت البريق يلي اختفى فعلا من ذاكرتهم، وأصلا في كتير من الأطفال، وبرجع بذكر بالأطفال السوريين أو حتى أطفال يلي تعرضوا لحروب، هن عندهم فجوة في مسألة العيد والذكريات اللي نحن عشناها، الجيال السابقة اللي عاشتها مثل ما قالت المراجيح، ركبة الملاهي، التسوق، هي مرحلة التسوق اللي دائما نحن بنتذكر امنا وامهاتنا كيف كانوا يسحبونا معهم على السوق لحتى ينقوا لنا اجمل اللبس، وابتداء من اكبر اخ لاصغر اخ، كلياتها هي فعلا فقدوها الاطفال بهذا الموضوع وبهذا الجانب. نعم صحيح، ولذلك هناك جهد إضافي مطالبين في الأهالي اليوم لمحاولة الحفاظ على العيد كمفهوم في ذهن الأطفال. دائما نحن نقول أن الأطفال ينسون اللباس الذي اشتريته كأب لهم، الطعام الذي اشتريته كأب لهم، إنما يذكرون هذه المناسبات، يذكرون هذه الأوقات الحلوة، يذكرون الساعات التي قضيتها كمربي مع أطفالك أكثر ما يذكرون ما اشتريت لهم من أشياء أو من أطعمة. تماماً أستاذ محمد. حتى أن الأطفال عندما يذكرون الأشياء يذكرونها كفرصة، بمعنى كمناسبة، بيقول لك أنا بتذكر بابا لما اشترى أمر ما وإجا جميل. طيب أستاذ محمد نحن رح نتعمق اللعبة بحد ذاتها. نعم رح نتعمق مثل ما ذكرت أكثر بهذا الموضوع. نعم. ومحور الأطفال، لكن رح نطلع لفاصل دقة الساعة ونرجع متابعينا لنكمل حلقتنا، خليكم معنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من ثلاثة عقود ونحن نكبر معكم يوماً بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم،
وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا، والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب، هلا أحضرت الملح؟ جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل. أخرج زكاتك مع إيهاها. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار، دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سياراتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. رمضان الخير.
أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا حلقتنا اليوم معكم في رمضان، وموضوع التحضيرات والاستعدادات لاستقبال العيد. يجي أرحب بالأستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك عن جديد. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ محمد، حكينا قبل الفاصل عن خصوصية هي الأيام والتحضيرات، ودائما يلي مثل ما ذكرت بتكون مثل خلية نحل منازلنا عادة، وخاصة مع وجود الأطفال اللي بيكونوا متحمسين لاستقبال العيد. نحن هون بهذا المنبر بدنا نخبر بعض الأهالي بعض النصائح، ربما الخطوات يلي لازم ياخذوها بعين الاعتبار لأطفالهم لحتى ما يعيشوا هي الوحشة وهذا الفقد للنكهة وجمال مالية العيد وحيوية والطاقة الإيجابية اللي بتكون موجودة بالعيد عادة. نعم، حقيقة في مجموعة من النصائح نحن عادة ننصح فيها الأهالي للتقليل من المشوشات اللي صارت على العيد في هذه الأيام. نعم. النصيحة الأولى، دائما ننصح بالحفاظ على التقاليد. دائما كل بيت له طقوس، له عادات يحتفل بها بالعيد. يعني هلأ في حجر مثلا الآن في تركيا، ما في أحد حيجي يزورنا نتيجة الحجر المفروض، لكن هذا لا يمنع أن الأسرة تعمل بعض الحلويات الخاصة بالبيت. ليس المطلوب أنه هاي الحلويات علشان فعلا نضيفها للناس، ولكن علشان نحافظ على الطقوس بشكل دائم. الأطفال يحفظ صحتهم النفسية ويجعلهم يشعرون بالمناسبات، هو هاي الاستقرار اللي بيعيشوا. فأذ ما قدرنا أنه نعمل طقوس القديمة اللي كنا نعملها الآن نمارسها بيكون أفضل. فالمحافظة على بعض الطقوس هو النصيحة الأولى التي يجب أن يسعى إلها الأهل. الاستيقاظ مثلا قبل صلاة العيد، اللبس اللي بيلبسوه الأطفال حتى لو كان ما في صلاة العيد، الفطار الجماعي اللي بيعملوه الأسرة عادة قبل الفطار بحسب عاداتنا، قبل الصلاة عفوا بحسب عاداتنا. فهذا الأمر جدا مهم أن نحافظ عليه. النصيحة الثانية هي أن يذكر الأب والأم أن الطفل خلال وجوده في المنزل سوف يذكر الأنشطة التي تقوم بها. فأنا دائما أسأل الأمهات والآباء أنه أنت شو مخطط للعيد مع أولادك، غير أنك تمسك الجوال وتقعد تلعب بعض الألعاب، أو أنك تشوف بعض الأفلام. نعم. أو أنك تتصل بمدري مين. كأسرة أنتم إيش هي الأنشطة اللي أنتم مخططين أنكم تعملوها داخل العيد بحد ذاته؟ العيد هو فرصة للأهل من أجل إقامة أنشطة مشتركة، ألعاب عائلية، مسابقات، ليس غناء الجانب المعرفي، وإنما إقامة هذا الطقس الجماعي اللي بشارك فيه الطفل الأكبر والطفل الأصغر والأم والأب وهكذا. فإقامة هذه الأنشطة العائلية هي النصيحة الثانية التي تساعد بالحفاظ على جو العيد وبريق العيد عند الأطفال. رائع. النصيحة الثالثة، هي التواصل مع العوائل والأقرباء. كثير مهم أن نعلم أولادنا بأنه التواصل له أشكال متعددة، أعلاها أنك تروح تزور هذا الشخص، لكن امتناع هذا التواصل أو هذا الشكل لا يعني انقطاع التواصل بحد ذاته. فمن المفيد بالتالي أنه الأولاد يروح يزوروا ولو على الأقل أهل البناء مثلا، يتواصلوا معهم. حلو. أو أنه يشيل التليفون الطفل بحد ذاته ولو عمره 4 سنوات، أنه يتصل بصديقه هو بالروضة أو بابن خاله الموجود في بلد آخر. فإقامة وقت خاص التواصل هو أمر أيضا مهم جدا. نعم، هي بالفعل النصيحة التالية أو الرابعة. الرابعة هي أصلنا بالنصيحة الرابعة دكتور. تفضلي. تفضل. نعم، النصيحة الرابعة هي موضوع العيدية. العيدية رمزيتها أكثر من الفلوس. أنا أتفهم تماما الظروف التي يمر بها الآباء والأمهات نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحجر وكذا. بالطبط. لكن العيدية تبقى كذكرى. بيقول لك أنا والله أنا كان أبي بيعيدني، مع أنه ما بتذكر قديش المبلغ. بيقول لك أنه بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة لما بيشتري الطفل شغلة بهاي العيدية، بيقول لك أنا اشتريت هاي الشغلة بعيديتي من جده، بتضل محفورة بقى بذاكرته ما تنساها. تمام؟ نعم. تماما. ففكرة العيدية هي فكرة جدا مهمة، أنه أنا كأب لا خلص انه ما راح يحسن ينزل على السوق، ما في ماركتات، فليش اعطي عيديه؟ العيديه هي طقس
أكثر ما تكون قيمة مالية. ومهما كانت الظروف الاقتصادية للأم أو الأب صعبة، فمن المفيد أنه يخصص ولو مبلغ يسير أو مبلغ قليل من أجل العيدية. وهون في جزء اسمحي لي أشير له، موضوع العيدية. أنا الآن مقيم في بلد، أولاد أخي، أولاد أختي، أحفادي هم في بلد آخر. كثير من اللطيف أن أطلب من كجد كأب أب أن أطلب ابني أن تعطي مبلغ لأولادك باسمي أنا، جده بعت لك إياها. يا سلام، إنه هاي عيدية جده، إنه هاي عيدية خاله، تمام؟ البعض إيش بيقول؟ بيقول إنه طيب بس أشوفه بعطي العيدية. هذا لا ننصح به. المكافأة يجب أن تكون بنفس الوقت، يجب أن تكون بنفس الموعد. فأنت بدك تعطيه لما تشوفه لحفيدك ما في مشكلة، ولكن هذا لا ينفي أنك ترسله ولو مبلغ خلال العيد. العيد 3 أيام. كثير مهم أن الأهل ينتبهوا أنه هذه الفرحة الطفل يفصلها زمانيا عن ما قبلها وما بعدها. فالعيد هو فرحة العيد، ما قبله هو فرحة رمضان، هو فرحة أخرى. فالسؤال يسأل نفسه الطفل، أنا شو الفرحة اللي عشتها بالعيد بالضبط، وليس انه انا بعد شهر او شهرين انشال الحجر والله شفت جده فاعطاني عيديه. هي عيديه متاخره تكاد تكون ما لها معنى يعني. نعم استاذ محمد، هي بالفعل يعني كانه هون عم حسك عم تركز على نوعيه العيديه حتى تكون كانه ماديه، يعني ماليه خليني اقول، اكثر من انه تكون مثلا قطعه لباس، قطعه حلوى ربما، حتى نساعد على انه تضل مطبوعه بذاكره اطفالنا. نعم، لأنه أساساً قطعة اللباس أو قطعة الحلوى هو أمر يشترك به الطفل مع باقي إخوانه، هي أولاً. ثانياً الطفل مع باقي أعضاء الأسرة، يعني الأم والأب والباقي الأعضاء إذا موجودين بالأسرة. والأهم أنه هي يعني تكاد تكون في عقلية الأطفال، وهي كذلك فعلاً الواجب، أنه أنا في العيد طبيعي بس جديد، أنا الطعام والشراب واللباس هذا مهمة الوالد معي. تمام. لكن لما أنا أجي وعنون مبلغ مالي وأقول له للابن هذه بمناسبة العيد، هذه بمناسبة انتهاء شهر رمضان، هذه خاصة لك، صح أنا حأعطي لأخوك ولكن مبلغ يختلف، مش نفس المبلغ إلك ولا إله. فهي كلها تساعد الطفل بأن يترسخ في ذهنه مفهوم العيد ونقرنه مع الفرحة، العيد ونقرنه مع السعادة. وهون هناك شيء شائع بين الناس أو كثير من الناس، اسمحي لي أيضا أنبه عليه. في نمط من الأشخاص لا يذكر الحزن والمآسي والمعتقلين وما تمر به بلداننا والخسارات اللي مرينا فيها نحن كعرب وكمسلمين إلا أيام العيد. أنا أستغرب من هذا النفس السوداوي أو التشاؤمي اللي كأنه يسعى أن يرغس أي فرحة ممكن أن يعيشها المجتمع. هذا لا ينفي أن نحن نذكر المعتقلين والشهداء والمفقودين والمصابين، لكن ليس الهدف من ذكراهم أن نرغس فرحة هي فرحة دينية تزيد من تعاضد الأسر والعوائل. فرصة هي فرصة. فأرجو أن لا يفهم من كلامي أنه والله أنا ضد تذكر المعتقلين والشهداء وأمهات الشهداء، لكن أنا ضد استخدام قضية عادلة ومؤلمة في غير وقت المناسب. نعم نعم صحيح أستاذ محمد، نحن رح نتابع مع حضرتك بهي الفكرة رح نتابع أستاذ محمد مع هي الفكرة وأيضا أفكار أخرى لحتى نختم في حلقتنا، لكن رح نطلع لفاصل إعلاني قصير ومنرجع مباشرة متابعينا لنكمل حوارنا، خليكم معنا. أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا، والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب، هلأ أحضرت الملح؟ آه،
جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. أبتاه حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل. أخرج زكاتك مع إيهاها. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراكل. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. عودة عن جديد متابعينا بفقرتنا الأخيرة من برنامج معكم في رمضان وحلقتنا حلقة يوم الجمعة. بدي أرجع رحب بالأستاذ محمد السيد وهو معالج نفسي. أهلا وسهلا فيك عن جديد أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. كنا عم نحكي قبل الفاصل عن أنه في بعض الأشخاص بيضلوا بينظروا لحتى للمناسبات والأيام اللي فيها بهجة بنظرة سوداوية نظرا لظروف يعني الأوضاع ربما الاقتصادية وحتى ظروف يلي كانوا عايشينها في دولهم سابقا. كنت عم تعطي شوية نصائح بس اضطرينا لنطلع فاصل، لو ترجع تتابع بهالفقرة. نعم، كنا نتكلم عن نصائح من أجل الحفاظ على بريق العيد. واحد من هذه النصائح هو الإيقاف هذه العادة تذكر كل الكوارث والمصائب أيام العيد. فكتير مهم أن نحفظ عند الأطفال
وحتى عندنا نحن الكبار أيام سعيدة وأيام جميلة نمر بها، أن ننظر إلى هذه على أساس أنها محطة تعيننا لكي نشحن أنفسنا من أجل مواجهة التحديات التي سوف تواجهنا لاحقا. دائما مخزون هذه الذكريات هو الذي يعيننا أساسا في لحظات الضعف، في لحظات الصعوبة التي نمر بها، وبشكل أخص هذا الأمر عند الأطفال. مشكلة وفقير هذا الطفل الذي ينشأ وهو كل ما في ذكرياته عيد بأي حال عدت يعيد، أو ذكريات مرتبطة بأنه أساساً ما بصير نحن نفرح ولا بصير نحن نمارس الطقوس العائلية والأسرية لأنه هناك شهداء أو هناك معتقلين. فهذا النفس، هذا أستغل هذا المنبر لكي أرجو من جميع من يقع بهذا الخطأ الانتباه له. هذه الأيام، أيام العيد، هي أيام وشراب وفرح، وليست أيام، هذا الوقت ليس هو الوقت المناسب من أجل الكلام عن البوسنة والهرسك والمعتقلين والمفقودين وإلى آخره. فهذه النصيحة هي نصيحة أظن رقم 5، أي الحفاظ على فكرة الفرحة بعيون الأطفال. هون ربما أخصص بنصيحة خاصة للأسر التي هي ذاتها منكوبة بأحد أبنائها، إما مغيب في السجون أو معتقل أو شهيد أو غيرها. هذه الأسر يكون العبء على الوالدين فيها مضاعف، فمع الحزن الذي يكون عندهم وفي قلوبهم، أنا ابني المعتقل الآن إيش وضعه؟ أنا ابني المغيب الآن يا ترى نايم آكل شارب ولا لا؟ والأبناء الذين يكونون موجودين مع الأب أو الأم خارج المعتقل في بلاد المنفى غالبا، فهذا العبء بيكون مضاعف على الأهل. أنا سأستغل هذا المنبر لأواجه هؤلاء الأهالي وأوجه لهم رسالة قائلا لهم، مع كل الألم الذي أحترمه وأدركه تماما على أبنائكم المغيبين أو المفقودين أو المعتقلين، لكن لابد من إجراء شيء من التوازن وإجراء شيء من الإنصاف. فمع وجود الحزن واحترامه للمفقود والمغيب، لابد من إعطاء الفرح أيضا للأطفال أو للعوائل أو الأسر اللي أو أفراد الأسر اللي هم موجودين معنا الآن. هذه أيضا نصيحة مهمة جدا أن ينتبه الأهالي عليها. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني نحن إذا بدنا نخصص هلأ موضوعنا حول ظروف كورونا والوباء المنتشر والمستمر واللي لسه ما عم يلتقى له حل رغم وجود اللقاحات وما إلى ذلك، هل وردكم عن جد ربما أو شعروا بإحباط واكتئاب وتعرضوا لهي ظروف القاهرة، خليني أحكي، اللي غيرت من مسير حياتهم بسبب ظروف الكورونا مثل ما قلنا، والوباء والقعدة بالبيت وهي الضيقة والقيود؟ نعم، كثير جدا حقيقة. دائما نحن نصنف أي ظاهرة، سواء كانت الحرب على سبيل المثال أو كورونا، أي ظاهرة سلبية أو سيئة على الصحة النفسية، نصنفها بحسب شرائح المتأثرين بها. فدائما نصنف الأطفال ضمن الشريحة المستضعفة أو الشريحة الأكثر تأثرا بالظروف السلبية. الأطفال الأصل في حياتهم خلال مرحلة الطفولة هو الانطلاق، اللعب، تكوين العلاقات، قضاء الأوقات مع الأصدقاء. ظروف كورونا قلبت هذه الحياة تماما وقلبت هذه المفاهيم تماما. اليوم أتانا العيد، العيد أيضا في الأصل هو فرحة للأطفال، ظروف كورونا سوف تمنع هذا الأمر، وهذا الجانب يجب أن يعيه الأهل بشكل كبير جدا. كثير من الأسئلة التي تأتيني اليوم، أنا ابني عبصير عنده كذا، أنا ابني اليوم عبصير معه كذا، حركة كثير، هو ما عم ينام كويس، هلكني. أيها الآباء، أيها الأمهات، أبناؤنا اليوم يمرون هم بظرف استثنائي. أنت كأب أمضيت 30 ولا 40 سنة من عمرك، طورت آليات للتكيف، طورت آليات للتعامل مع الظروف الاستثنائية. أما ابنك في المرحلة التي يجب أن يتعلم فيها هذه الآليات، كان مطالب أن يستخدمها، فهو كمن ينزل إلى المعركة بلا سلاح. فدور الأهل أن يكون مع أبنائه هو الداعم والموجه كيف يتصرفوا. بابا أنت لما بصير معك كذا اعمل كذا. اليوم لما أنت بتحس بالتوتر، درب ابنك على الاسترخاء، علمه كيف من الممكن يأخذ نفس عميق، كيف من الممكن أن يحاول أن يسيطر على أعصابه. علم ابنك لما بيكون هو يشعر بالوحدة. نعم نعم، نصائح جوهرية. أنا بدي أشكرك صراحة. نعم، لما يشعر سرقنا الوقت ويعني وصلنا بالفعل لختام حلقتنا. بدي أشكرك أستاذ محمد السيد معالج نفسي، شكرا جزيلا لك على كل هالإيضاحات وهالمعلومات الجميلة، وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير.
وانتم بألف خير لك وللمشاهدين، شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير. مجددا متابعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منا. أكيد حلقتنا مستمرة ومتابعين معكم ببرنامج معكم في رمضان يوم الاثنين، حلقة جديدة. كل الشكر لكادر مسك، لكن وجب التنويه أنه شبكة مسك بتشارك هيئة الإغاثة الإنسانية الإيهاها حملتها رمضان يحمل الأمل اليوم الساعة 3:30 ظهرا، حلقة خاصة مع الإيهاها على قناة مسك ومسك اف ام لجمع التبرعات للمشاريع الإنسانية بسوريا والعراق وفلسطين والعديد من البلدان حول العالم. شاركونا أكيد، تابعوا الحلقة وتبرعوا للمشاريع الخيرية والإنسانية. نلقاكم إن شاء الله على خير، تبقوا بخير، إلى اللقاء. بالهم ابن